Quindi cosa sai? ايوه ايوه انت صح، مش بتهيألك. الفيديو ده اللي فات متصورين مع بعض. انت صح، انت مش انت ذاكرتك تمام. اعمل فيها بقى ايه؟ لسه بادئ فيديو جديد وبتاع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. النهارده لا اثبت اثبت، مش ناقصه خالص. هشرح اندكس وايه لازمه اندكس، بتعمل ايه، ولا بتهبب ايه، ولا بتساوي ايه، ولا ايه ايه اللازمه اصلا من اندكس. فخلينا نخش في الشرح على طول. ده كان مين ده؟ ابن الذين، انت ما افتكرتك، تعالى كده. على ايه بنت، انا فاكرك. ايوه انت ده فايل مثلا الجافا سكريبت اللي انا كنت كاتبه في السامبل بتاع التول، كنت وقتها شغال على كولوم وانا بعملها البيز. الفكره بتاعتها على فكره انا لسه عامل ريفام كامل للتول، وهي الطريقه اللي هي شغاله بيها من 4 ايام. قعدت كتبتها من الاول وظبطت فانكشناليتيز وكل حاجه. عندك هنا خلينا الاول نعمل هات لي رياسه جيت كلون سي دي اند كده جو ران مين، اديني الهيلب. هي ما فيهاش فلاجز كتير. ال لو هتديها ليست ده تكست فايل مثلا، في ليست اللينكات بتاع الجافا سكريبت بتاعتك، وهي داش او ده الاوتبوت الفايل اللي انت عايز تسجل فيه. اس سايلنس مش هننطق دي عشان اليوتيوب، لا لو مش عايز في اوتبوت يظهر لك يعني سايلنت. واليو سترينج لو هتديها لينك سنجل واحد. اوكي طيب خلينا نعمل جورن مين دوت جو مثلا، ونديها اللينكايه الفلانيه العلانيه. طيب تلاقيها طلعت اللينكات دي قدامك، هي بتصبر شوية بس ملهاش افكشن، هي خلصت اوريدي، خدت 810 ملي سكند اقل من ثانية عشان تجيب اللينكات دي من اللينك ده. طيب يا معلم انا طبعا الميكانيزم بتاعتها شغالة ازاي، خلينا نشوف الكود سيكا سيكا حتة حتة سنة سنة. الكود بتاعها هنا بيجيت فايل كونتنت الاول. انا بالفانكشن دي كلها فكرتها انها معاها تايم اوت 7 ثواني، تبعت ريكوست جيت بيوزر ايجنت كذا، تعمل ريكوست، بتشوف الفايل الجافا سكريبت ده اوريدي 200 مدي 200 وفي كونتنت جافا سكريبت ولا لا. والله لو تمام بترجع البودي وبترجع ترو. هنا الريتيرن فيه بايت وبولين، بايت ده اللي هو الريسبونس والبولين اللي هو اللينك ده تمام ولا لا. طيب هنا طبعا بيرجع في البودي ولا حاجه وفولس، في البودي ولا حاجه وفولس، ده لو مش 200، ده لو ما عرفش يقرا البودي وهكذا. تاني فانك هي ريد ريجكس باترن. ريد ريجكس باترن دي بتكات الفايل اللي اسمه regex.temp، دي ريجكسات الحاليه اللي انا ضايفها فيها. انت طبعا ممكن بكل بساطه تنانو الريجكسات بتاعتك وتضيف ريجكس. ليه انا عملت الموضوع ده؟ لان كل خالد، محمد خالد اللي كان منبهني للموضوع ده. كل فايل بالفعل الديفلوبر ليه ميكانيزم معينه في انه يكتب الريكوستات بتاعته جوه الجافا سكريبت فايلز. فانت مهما عملت، مهما كانت الريجكسز بتاعك قويه، ممكن ما تتلائمش مع الموقع اللي انت شغال عليه حاليا. هكون سعيد طبعا لو اي حد بعت لي ريجكسز قابلها في كيسز نضيفها في الريجكس عشان نوسع الريجكس تيم فايل ده، ونقدر من غير اي تعديلات بعد كده اننا نفتش يعني او نكاتش اكبر اند بوينتس ممكنه. بس معلش دي فكره ببساطه بتاعت اند اكزت. باقي الفلاجز هنا مثلا كان طابع الموضوع ده ما سيفش في اوتبوت ولا حاجه. خليني مثلا اقول له سايلنس، هتلاقيه ما طبعش اي شيء. اوكي طنشه خالص. طيب بس في الاخر قال لك خلص البروسيس في كذا. حلو بس ما طبعش حاجه. طيب مثلا اوتبوت هنا مثلا اكسات مثلا دوت تكست، هتلاقيه برضو بما اننا عاملين داش اس فهو سايلنس، ولكن الاوتبوت هيترمي دايركتلي عندك في ال xxx دوت تكست. خلينا نكات ال xxx دوت تكست، طلع لك الاند بوينتس الفايل باللينك بتاعه، طلع اللي بعد علامات الاستفهام، طلع لو في ملفات بي دي اف بي ان جي اس اف جي الاند بوينتس دي. بس الاند بوينتس دي انا فاكرها كانت كور ابلكيشن انا بهنت عليه. بس دي ببساطه اند اكزت تستخدمها عشان تستخرج او تكستراكت الاند بوينتس من ملفات الجافا سكريبت بتاعتك. تقدر كمان تديها ملف كامل نانو مثلا ليست دوت تكست. اوكي وخليني اخد لها البتاع ده و
حطه لها مثلا مرتين، هي طبعا ما بتطلعش اي اند بوينت ميت قراره. اوكي في فلتر للاند بوينتس فين هنا ابيرجكس از فاليد ماتش ابند تو تكست فايل اكستراكتد تريتد تريتد سين هنا. اوكي طبعا هو هنا بيلوب بالماتش سين دي الليست او الماب اللي بتجمع اللينكات كلها او الاند بوينتس اسف كلها اللي بتجمع الاند بوينتس كلها جواها. فهنا التشيك ستيتمنت بتقول له لو الماتش اللي انت لقيته بالريجكس بتاعك فاليد ماتش از فاليد ماتش دي بتقول له ان هو ما فيهوش انوانتد سترينجز او ما فيهوش هبل او مش بيساوي 3 يساوي او ما فيهوش اي سبيشال كاركتر من دي، لان الحاجات دي ساعات بتفتش الريجكس بتاعك هيفتش الحاجات دي. وطبعا مفيش اند بوينتس بيبقى فيها الهبل ده بتبقى كلها اكواد وحاجات الريجكس اللي قطعها بالغلط. فبيعدي على دي از فاليد ماتش وبيقول له لو الاند بوينت دي مش موجوده وده مش فاليد ماتش وبس. اداره ده الموضوع كله ودي اند اكزت ببساطه. شيرها بقى ولا عملها ريتويت ولا عملها اي حاجه، استخدمها ما تستخدمهاش. انا قلت اشيرها من سبيل يعني مشاركه العلم ومشاركه التولز. استودعكم الله، حفظكم الله، ألقاكم في فيديوهات بعد كده قادمة، وأتمنى يكون الصوت بقى واضح. يعني أنا قاعديني بستخدم أم المايك عشان الناس اشتكت من الفيديو بتاع التايم مانجمنت من الصوت قوي، ممكن شايفه عادي يعني. على فكرة يا جدعان مش لازم بيرفكشنزم، صوتي ما أنا صوتي مش وحش في أي حالة، سواء بقى بسجل ب... 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 بكيس دوريتوس، أنا صوتي مش وحش، حلو؟ فا يعني مش لازم الكلام اللي لوحده يعني، ما طلع له كونتنت نضيف نضحك ونهزر، محدش بيعمل كده الصراحة ولا فا ماشي يعني نمشي الأمور لبعضينا يعني. خلاص مرة كسرت أجيب المايك كده شوية أو كنت أعمل له تيرن أوف وكسرت أعمل له تيرن أون وسجلت على طول، بقول لك يا جدع عندي بيرن أوت يا جدع ومنهلك كده وما عنديش طاقة إيدي يا جدع، ما تضغطش عليا تقول لي هات المايك كده حرك المايك كده حرك المايك، ممكن أتعب أفطس منك في منتصف الحركات بس. يلا يلا باي، كونوا في رعاية الله.